اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناه كتب وسينما. هنتكلم النهارده عن الضوضاء. يعني في ناس في اثناء النوم ما بيعرفوش يناموا غير في صوت يكون جنبهم. يعني صوت زي ايه مثلا؟ ده بيختلف من شخص لاخر. يعني مثلا ممكن واحد يقول لك انا مش بعرف انام غير وصوت المروحه شغال، صوت المروحه عالي. ساعات مش عشان هو عايز يسمع صوت المروحه العالي، ولكن عشان الصوت ده بيداري على الضوضاء المحيطه، سواء مثلا ازعاج من الجيران او الاصوات في الشارع او الكلام ده، فبيحاول يعلي صوت المروحه. بتبقى يعني حاجه اسمها الضوضاء البيضاء اللي بتغطي على الدوشه بقى اللي حوالينا، فيقدر ان هو يعرف ينام. وفي كمان انواع تانية يعني من الضوضاء ده، في بقى حاجه اسمها الورديه والضوضاء البنيه والزرقاء والوان تانية هنتكلم عنها، وهنشوف هل في ابحاث علميه بتقول انها فعلا بتساعد على النوم ولا هي لسه محتاجه دراسات. ولكن في اجهزه موجوده، يعني شوف ده مثلا جهاز بيصدر اصوات معينه عشان يساعد على النوم. يعني مثلا صوت مروحه ممكن تشغله وانت مش عايز تفتح المروحه، الجو مثلا ساقع، بس انت عايز صوت المروحه جنبك عشان يساعدك على النوم. في ناس يحبوا صوت التكييف شغال، يعني دي حاجة غريبة ولكن موجودة عند ناس كتير جدا، يعني بيحبوا هذه الأصوات أو صوت. طبعا أنواع تانية بقى لسه هنتكلم عنها ونقارن بين البيضاء والوردية. في مثلا ناس تحب تنام على صوت شلال أو صوت أمطار. يعني أنت لو دخلت على اليوتيوب وكتبت بقى بينك نويز أو وايت نويز، يعني ضوضاء وردية أو ضوضاء بيضاء، هتلاقي بقى فيديوهات يقولك مثلا فيديو 10 ساعات صوت مطر، مش عارف 10 ساعات صوت مروحة كده. يعني في ناس بيسمعوا الحاجات دي. فدي اجهزة موجودة وعلى امازون مثلا بره، يعني دخلت كده على الموقع ببص على اجهزة الوايت نويز لقيت حاجات كتير جدا. يعني هنا مثلا في الجهاز زي ده كده بيقولك مواصفاته ايه. شوفوا من ضمن الحاجات اللي مكتوبة انها بتعمل ماسك للباك جراوند نويز او اللي هي الضوضاء الخلفية، يعني هي بتحاول تداري على ضوضاء الخلفية زي ما بقول لكم، يعني بيفتح صوت المروحة عشان يداري على صوت ازعاج الجيران مثلا او صوت نباح كلب في الشارع مثلا تحت البيت، فهو يفتح صوت المروحة يعليه بحيث ان هو يساعده على ان هو ما يسمعش الاصوات المحيطه المزعجه دي. فدي مثلا اجهزه اهو، شوفوا مثلا في جهاز مكتوب عليه ان هو بيعمل بينك نويز، يعني الضوضاء الورديه، كلها بتسمى يعني ان هي اجهزه بتساعد على النوم وبتعمل ريلاكسيشن. وعدد بقى من الاشكال والالوان زي ما شايفين كده، كلها بقى مجموعه منها وايت نويز ومجموعه منها بينك نويز، مجموعه منها بتعمل لوبينج الساوند باستمرار، الصوت يقعد يعيد نفسه او ممكن تظبط تايمر، وواحد منهم مثلا مرسوم عليه شكل اصلا مروحه هو بيعمل صوت المروحه وهكذا. وفي طبعا في منهم بيكون في اصوات متعدده والكلام ده كله، يعني بيساعد بعض الناس على النوم وبيساعد الاطفال اكتر. يعني في اطفال يحبوا او بيستخدموا الاهالي بعض الحاجات دي للاطفال الصغيرين خالص لاصوات كده بتعمل ريلاكسيشن عشان الطفل مثلا ينام، زي ما بيكون ساعات بيجيبوا له كده حاجه تعمل اصوات حواليه او لعبه زي شخشيخه كده تقعد تعمل اصوات بحيث ان هو ينام. فالوايت نويز ليها استخدامات متعدده، يعني ساعات يعني هي ممكن يتم استخدامها في الموسيقى او في علاج حتى طنين الاذن. يعني في طبعا ليها استخدامات معينه او اجهزه معينه بيستخدموها عن طريق سماعات كده بيلبسوها بعض الناس اللي هي ضعاف السمع او عندهم طنين او كده في الودان، دي استخدامات طبيه. ولكن الاستخدامات بقى اللي هي العاديه او الناس العاديه ممكن تستخدمها في النوم والكلام ده زي ما شفنا الاجهزه بقى اللي هي بتتباع. وفي ناس بيذاكروا عليها، يعني في ناس يقول لك مثلا ايه، بتلاقي فيديوهات على اليوتيوب يقول لك وايت نويز فور ستادينج، يعني انا هسمع صوت معين ثابت يكون خلفيه كده جنبي يمنع الازعاج المحيط او البيئه المحيطه فيساعدني على المذاكره او الانغماس في جو المذاكره. حتى ان في موسيقى معينه موجوده يقول لك مثلا موسيقى للفوكس او الكونسنتريشن او اللي هو انت عايز تركز، ففي انواع معينه من الموسيقى الهاديه كده بيفتحوها يقول لك للتركيز. طبعا مش مع كل الناس، هي مش لازم، يعني بالعكس في ناس يقول لك الموسيقى دي بتلهيني تماما وبتخرجني من تركيزي اصلا، وفي ناس تانية يقول لك انا مش بعرف اذاكر غير وفي حاجه شغاله كده في الخلفيه وده بيساعدني على ان هو يخش يعني في المود. فالوايت نويز ماشينز دي او الاجهزه دي يعني هي بتعمل اصوات للتهدئه زي مثلا شلال، اصوات رياح، اصوات
معينه، زي ما قلنا في منها وايت نويز وفي منها بينك نويز او الضوضاء الورديه اللي لسه هنتكلم عنهم. هنقارن اصلا ايه الاصوات الضوضاء البيضاء وايه اصوات الضوضاء الورديه. ولكن طبعا اثناء بيع الجهاز هو في الاطباء بينصحوا ان هو دايما تظبطه على صوت معين، يعني مش تعلي قوي الصوت اصلا بتاع الوايت نويز ماشين ده وانت نايم، بحيث ان هو اصلا يعمل لك ضوضاء. هو لازم يكون صوت هادي كده جنبك الى حد ما. ويعني يبقى في نصايح طبعا في الاجهزه دي او الكتالوج بتاعها للمستخدمين، عشان ممكن تسبب اضرار او ازعاج، يعني يقلقك او صحيك من النوم لو استخدمته غلط. هنا في مقال بيقول لك دي اغرب الاصوات اللي الناس بتستمع ليها يعني عشان يناموا. يعني في اصوات كده هم يحبوا يسمعوها بعض الناس. زي ايه بقى اغرب الاصوات؟ يعني هي مش غريبه ولا حاجه، ولكن في ناس ما بيعرفوش يناموا غير عليها. ولكن المقال هنا بيقول مثلا العاصفه الرعديه، المطر، اصوات الهمس، اصوات الشلالات او الامواج بتاعه البحر، اصوات كابينه طياره، اصوات المراوح واجهزه التهويه، فرش الشعر، واصوات الغابات المطيره او صوت بقى مطر بيسقط في الغابه. في ناس يحبوا جدا الاصوات دي وبتعمل لهم ريلاكسيشن بشكل كامل. وده مقال تاني بيتكلم عن الوايت نويز ماشين، هل هي فعلا بتساعد على النوم. وبيتكلم هنا يعني كاتب المقال ان هو مندهش من الناس، ان في ناس كتير يعني بيقولوا بشكل اكيد ان الضوضاء البيضاء دي بتساعدهم فعلا على الاسترخاء، وبعض الابحاث اتعملت على الموضوع ده، ولكن لسه محتاجه دراسات اكتر. هنشوف لسه موضوع الابحاث ده، ان هو يعني في ابحاث بتقول ايوه بتساعد على الريلاكسيشن والكلام ده، ولكن دايما يكتبوا في الاخر يقول لك ايه، ولكن الموضوع يحتاج الى المزيد من الدراسات. فهنا برضو في المقال بيقول لك يعني مثلا صوت المروحه ما بيبقاش عالي، ولكن على الاقل بيغطي ضوضاء ليليه اخرى. زي ما قلنا ده دور الوايت نويز، ان هو يغطي الضوضاء الثانيه اللي موجوده في الشارع فتعرف تخش في النوم. وهنا مثلا مقال بيقول لك ليه صوت الميه ممكن يساعدك على النوم، يعني صوت مثلا زي الامواج او جداول المياه او المطر. فهنا بيقول لك ان جزء من الاجابه بيعتمد على كيفيه تفسير دماغنا للضوضاء اللي احنا بنسمعها. هل هي تهديد ولا غير مهددة؟ يعني ايه اصوات مهددة؟ يعني مثلا جرس انذار، منبه بيضرب فجأة، كذا، مش عارف ايه، دي اصوات مهددة فدماغك بيستجيب ليها ان هي لازم تصحى، ده ضوضاء. بينما ممكن يسمع الاصوات، دماغك يترجم الاصوات اللي هي المطر او المية او الكلام ده ان هي مش تهديد ولا حاجة، دي اصوات للاسترخاء والكلام ده، ومش زي جرس الانذار ومش الكلام ده كله، فبتساعدك على الاسترخاء. يعني بتعتمد على تفسير دماغك للصوت. فهو بيقولك الموضوع كله حسب طبيعة الصوت وكيفية تشغيله لما يسمى بنظام اليقظة المنشط بالتهديد في الدماغ. يعني حسب انت، زي ما قلنا الاصوات دي انت بتترجمها ان هي تمثل تهديد ولا تمثل نوع من الاسترخاء. فنوع الضوضاء بيحدد اذا كنت هتستيقظ ولا لا. وان صوت الامواج زي ما هنا احدى يعني العالم اللي بيتكلم في هذا المقال وبيتكلم على الموضوع ده، فبيقول مثلا ان صوت الامواج المتلاطمة، صوت امواج البحر، بتختلف طبعا اختلاف كبير جدا عن مثلا، او يتناقض تناقض صارخ مع صوت مثلا هاتف الموبايل او صوت منبه انت ظبطه، بيصل الى ذروة ارتفاع الصوت فجأة، فانت تتقضي او يقومك من النوم. انما صوت الامواج والامطار والكلام ده مستمر وبشكل ثابت ودائم جنبك فبيخليك تخش في النوم. وبيقولك احنا البشر اصلا مجهزون بيولوجيا للاستجابة للضوضاء اللي بتأتي من العدم، لانها ممكن تكون حاجة مثلا زي ما هو كاتب تكون اخبار سيئة. يعني قصده ايه؟ مثلا جرس انذار، يعني ضوضاء جت فجأة كده من العدم، مثلا صوت حاجة ضربت فجأة جنبك بصوت عالي فهتصحى. انما صوت مطر او امواج او الكلام ده ودائم ومستمر فلا، ترجمة الدماغ هتكون مختلفة. فهو نوع من التمويه الصوتي زي ما بيقول في المقال، انها ممكن تداري او تعمل تمويه للاصوات التانية او الازعاج الاخر. تعالوا نتكلم عن الضوضاء الوردية. تعالوا الاول نشوف الصور دي ونقول يعني ايه الفرق بين انواع الضوضاء. يعني مثلا دي البينك نويز اهي، زي ايه الضوضاء الوردية دي؟ يعني اصوات ايه مثلا موجودة على اليوتيوب؟ زي مكتوب هنا الامطار، النهر، الرياح. بينما زي ما شايفين الوايت نويز، يعني برضو في ناس بتحب تنام على الاصوات دي او تستمع ليها للاسترخاء، صوت المروحه، صوت اشاره التلفزيون، صوت المكنسه، ده شيء غريب جدا طبعا، اصوات المكنسه حتى، يعني اي حاجه شبيه بالمروحه او التكييف. بل ان في براون نويز او الضوضاء البنيه زي الرعد، اصوات الشلالات، امطار تقيله، امطار يعني متساقطه بشكل غزير. فالضوضاء الورديه
يعني هي اعمق من الضوضاء البيضاء، بيكون التردد مختلف ما بين الاثنين، ممكن هو يكون زي ما يقولوا اكثر تهدئه شويه للناس اللي ممكن يجدوا الاصوات اللي هي البيضاء او الضوضاء البيضاء مزعجه، فممكن يلجأوا للورديه، لان الضوضاء الورديه بتستخدم تردد ثابت زي مطر مستمر او رياح او الكلام ده. ولكن هل ممكن الضوضاء الورديه دي تساعد على النوم او تساعد على النوم افضل؟ فبتختلف برضو من شخص لشخص. ويعني في دراسة كانت سنة 2012 ان الضوضاء الوردية دي يعني بتأثر على موجات الدماغ وممكن تزيد من النوم المستقر لحد ما لبعض الناس. وبرضو دراسة تانية في 2017 بيقولوا برضو ان يعني في صلة ايجابية بين الضوضاء الوردية والنوم العميق. ومع ذلك زي ما بيقولوا دايما لسه ما فيش ابحاث علمية كافية او كتير لموضوع مناقشة الضوضاء الوردية، ولكن في بعض الدراسات على الضوضاء البيضاء، ولكن برضو مش كافية. يعني كل اللي عم بيقوله ده يعني هي مش ادلة علمية ثابتة او اللي هو اكيد، لان في ناس مش هتتأثر تماما بالكلام ده اصلا، وممكن الجهاز ده يسبب لهم ازعاج مش استرخاء، فما فيش قاعدة ثابتة يعني، مش هنا مش حقيقة علمية يعني، ولكن ابحاث معمولة على بعض العينات وتجارب على الناس. فالضوضاء البيضاء مثلا زي قلنا صوت المروحة او صوت المكنسة او الكلام ده لو شغلته في الخلفية، في برضو دراسات قالت ان هي ساعدت بعض الناس في المرضى مثلا في المستشفيات على النوم بنسبة اكبر، وساعدت الرضع على النوم بشكل افضل. فهي الضوضاء البيضاء بتساعد زي ما قلنا على ان هي ازالة الاصوات المزعجة في الخلفية، وهي بتكون اعلى في التردد من الضوضاء اللي هي البنك او الوردية. فقالوا برضو انها ممكن تقلل من البكاء عند الرضع، وممكن تساعد في بعض الاحيان على مواجهة اعراض اضطراب نقص الانتباه في بعض الحالات. فمثلا في دراسة اتعملت سنة 2021 في مجلة سليب ميديسن على عدد من الاشخاص بيعيشوا في حي مزعج في مدينة نيويورك، فقالوا ان الضوضاء البيضاء دي ساعدتهم في انها تخفي الضوضاء المحيطة او الازعاج اللي حواليهم، فتحسنت جودة ونوعية النوم. بينما في أستاذ مساعد في جامعة نيفادا قال للايف ساينس، قال إن هو لسه من غير الواضح لحد كبير يعني إذا كانت الضوضاء البيضاء بتساعد فعلا في النوم. يعني في دراسات عينات صغيرة ونتائج أحيانا غير متسقة هي اللي اتعملت لحد دلوقتي، ولكن محتاج الموضوع مزيد من البحث والدراسة زي ما بنقول. يعني في ناس بيحلفوا بيها ويقولوا لا أكيد واللي بتساعدني تماما على النوم وكده، وناس تقول ولا ليها لازمة، وهي اصلا الجهاز نفسه يمثل ازعاج اللي هو جهاز الوايت نويز اللي بيتباع على امازون. ففي مقال يقول لك يعني اسباب ليه الوايت نويز ممكن تساعدك على النوم بشكل افضل. يعني يقول لك هو بيلغي زي ما قلنا الضوضاء كده في الخلفيه، وبيحافظ على الغرفه ان هي هاديه، وبيحسسك ان انت بتعمل روتين معين. لو واحد مثلا بيعاني من الارق بيلتزم بروتين معين وقت معين ثابت المفروض يخش ينام فيه، فيفتح الجهاز او اللي هي الضوضاء البيضاء او الكلام ده، فكانه نوع من الطقوس يعني اللي هو بيعملها ده سبب مثلا من الاسباب، وبيدرب او بيدرب الدماغ على الاسترخاء. ففي يعني عدد من المقالات بيتكلم ان هي ازاي الضوضاء البيضاء بتساعد على النوم. في بقى حاجه اسمها الضوضاء البنيه، فهي هنا يعني تردد برضو مختلف، وبيقولك ان هي اعمق من الورديه والبيضاء زي ما قلنا، شلالات قويه او رعد او حاجه بقى ايه يعني اتقل شويه، امطار غزيره او صوت دش مثلا عالي، يعني اصوات كده مختلفه عن الضوضاء البيضاء والضوضاء الورديه. وفي انواع تانية يعني هي مش شائعه بقى، يعني اللي هو طبعا اشهر انواع زي ما قلنا هي البيضاء والورديه والبنيه. في حاجه اسمها الضوضاء السوداء، ده بيشير مثلا يقول لك للصمت التام او صمت مع اجزاء من الضوضاء عشوائيه، يعني هو في تعريفها كده، ولكن مش دي الانواع اللي هي اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم على الثلاثه الاساسيين اللي هم المشهورين، ولكن دي الانواع الاخرى بقى زي الضوضاء الزرقاء والبنفسجيه والرمادية. كل واحد من دول يعني هو بيختلف بقى في التردد ونوعية الصوت ومش عارف ايه، ولكن الاشهر هي طبعا رقم واحد البيضاء يليها الوردية. فهنا مثلا في مقال برضو بيقولك هو ازاي الضوضاء بتأثر على النوم بتاعك ودرجة التشبع مثلا او النوم بتاعك يكون جيد. فهنا في المقال بيقولك مثلا قد توقظك الضوضاء في الليل، وممكن تسبب لك مشاكل اصلا صحية، تعمل مثلا لو الضوضاء عالية قوي يعني لو مدينتك صاخبة في الضوضاء ممكن اصلا تعمل لك ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم مع الوقت طبعا. ففي اثار قصيرة المدى وطويلة المدى للضوضاء العالية جدا، وسوء نوعية النوم مرتبط طبعا بعدد من الامراض المختلفة. فهنا بيقولوا مثلا في المقال طب هل الافضل النوم في صمت تام
ولا مع بعض الضوضاء. فهنا بيتكلم برضو عن الوايت نويز، بيقول ان بعض الناس بتجد ان ضوضاء الخلفيه، ضوضاء بسيطه كده، بتساعد على صرف انتباههم من الافكار المقلقه، فبتعد العقل للنوم. وهنا بقى يقصد بقى ايه البينك نويز او الوايت نويز. يعني في ناس تحب الصمت التام، وفي ناس يقولوا لا انا محتاج صوت كده في الخلفيه عشان اعرف انام. وزي ما قلنا مقالات تانية اتكلمت ان الوايت نويز ممكن تسبب ضرر لو استخدمتها بشكل سيء، تعلي مثلا زياده عن اللزوم، تبدا بقى انت طول النهار والليل تسمعها، بقيت يعني عمال ما تسمعها عمال على بطال بدون سبب اصلا. فهي على قد ما هي، في مقالات بقى بيقول لك ان هو مثلا على قد ما هي ايجابياتها ان هي بتساعد على الاسترخاء وبتحجب الضوضاء اللي في البيئه وبتحسن نوعيه النوم، ولكن قد لا تكون فعالة للجميع، وقد يكون استخدامها بشكل خاطئ زي ما قلنا، يجيب مثلا جهاز ويعليه على الاخر ومش عارف ايه، بيستبدل الضوضاء بضوضاء، وممكن تكون مكلفة زي ما مكتوب، ده احد الاسباب. يعني الاجهزة دي بتكون غالية شوية، وممكن تكون مزعجة للاخرين. خد بالك بقى، يعني انت مثلا فاتح الجهاز ده جنبك او فاتح الاصوات دي جنبك بتساعدك انت على الاسترخاء، بينما لو حد معاك في الاوضة هو منزعج مثلا، يعني انت داخل في النوم وعايز تسمع صوت مروحة وهو منزعج مثلا، شخص معاك في الاوضة ومش عارف ينام. وممكن كمان من الاضرار يقول لك قد تخفي الاصوات المهمه. في مقال هنا بيتكلم على يعني مثلا حاجه خطيره، مثلا جرس انذار، دخان، حريق، وانت معلي مثلا صوت جنبك فبيداري على اصوات مهمه قد تحدث ولازم تقوم. يعني حاجه صوت مثلا منبه، ممكن انت معلي المروحه زياده عن اللزوم بيداري على صوت المنبه او يداري على انذار مش عارف ايه، يعني لو استخدمتها بشكل خاطئ ممكن تسبب مشكله. فهتلاقي فيديوهات كتير بقى على اليوتيوب زي ما شايفين كده، مثلا يقول لك صوت مروحه فان ساوند فور سليب، وتحت مكتوب فان وايت نويز 11 ساعه متواصله. تخيل واحد فاتح 11 ساعه متواصله صوت مروحه، وهنا رين ساوند اصوات المطر، وهكذا. تلاقي كله بقى لو كتبت حتى وايت نويز او بينك نويز هيطلع لك اصوات مختلفه بصرف النظر عن الاجهزه. كل ده موجود اصلا على اليوتيوب، يعني الناس مش محتاجه قوي تجيب جهاز، الا بقى لو بيحطوه جنب طفل زي ما بنتكلم، في ناس بيجيبوا الاجهزه دي يحطوها جنب الاطفال كده تعمل لهم صوت في الخلفيه، ممكن موسيقى معينه بيفتحوها للطفل في اوضته، طفل صغير في السن فيخش في النوم، او يفتحوا له صوت مطر، طفل ما يعرفش ينام غير في صوت مثلا مطر خفيف، او اصوات حاجه كده في الغابه او مش عارف ايه. يعني في اصوات ممكن تدخل الاطفال في النوم يعني، وبعض الكبار السن برضو ممكن زي ما قلنا التاثر مختلف من شخص لاخر، واحد يخش في النوم بالاصوات دي وواحد يقول لك دي مزعجه اصلا، لا انا مش عارف اخش في النوم. فدي كانت حلقتنا على موضوع الوايت نويز والبينك نويز وانواع الضوضاء المختلفه، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.